شاهد وثيقة رسمية يصدر فيها ولي العهد السعودي أمرا ملزما باعتماد خريطة المملكة المغربية كاملة في جميع القرارات والوثائق الرسمية. شاهد التفاصيل الكاملة. أصدر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قرارا وأمرا ملزما باعتماد خريطة المملكة المغربية كاملة في جميع القرارات والوثائق الرسمية الصادرة عن المملكة العربية السعودية. ونشر الديوان الملكي السعودي نص الأمر الصادر عن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان موجها لكافة الإدارة العمومية بالمملكة، كما توصلت به كافة الكليات التعليمية بالمملكة العربية السعودية بإشراف من الهيئات الحكومية السعودية. ما رأيكم في هذا؟ وفي خبر آخر جد جميل، بعد طرد مناصرة عنصرية جزائرية وزير السياحة الإيفواري يكرم يوتيوبر مغربي. شاهد بالصور. قام وزير السياحة والترفيه الإيفواري سياندو فوفانا بتكريم يوتيوبر المغربي صابر الشاوني. اليوتيوبر المغربي صابر الشاوني والذي تابعه كثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ انطلاقه بطولة كأس أمم إفريقيا قدم لوحة رائعة مع الشعب الإيفواري وأعطى صورة حضارية عن الشعب المغربي. التكريم الإيفواري لليوتيوبر المغربي جاء بعد طرد مناصرة جزائرية من قبل السلطات الإيفوارية بعد إساءتها للشعب الإيفواري رغم الجهود التي قام بها لتنظيم كأس إفريقيا. ما رأيكم في هذا؟ نشكركم على حسن المتابعة.